ميد، نضغط على هذه العلامة هنا مثل ما تشوفون M E I D اللي هو الميد. طبعا احنا حنحاول انه نتخطى الحساب مع تشغيل شبكة الاتصال. عموما المعروف انه اجهزة الميد نقدر نتخطى الحساب الاي كلاود، بس ما راح تشتغل عندي شريحة الاتصال. هواية طرحت علي اسئلة بالفيديو السابق انه بعد ما يتخطى الاي كلاود ويطفي الجهاز وشغله يرجع مرة الاخ الى واجهة الاكتيفيشن. انطرحت علي ايضا اسئلة اخرى انه بعد ما يتخطى الاي كلاود ويبدي ينزل برامج البرامج ما تشتغل. فنحن ان شاء الله بهذا الفيديو راح نحل كل هذه المشاكل. خليكم ويانا بالشرح، تابعوا الشرح. بداية لازم يكون عندك فلاش ميموري لا تقل ست عن 4 جيجا، ولازم يكون عندك برنامج حرق، اي برنامج تستخدمه للحرق حتى نقدر نحرق عن طريقة التشكرين على الفلاش ميموري حتى نقدر نسوي للجهاز جيلي بريك. راح اترك لكم طبعا انا استخدم برنامج الرفص، راح اترك لكم رابط البرنامج، رابط تحميل البرنامج بصندوق الوصف. ولازم نستخدم الجيلي بريك تشكرين اصدار 012.2، وايضا راح اترك لكم رابط التشكرين بصندوق الوصف. يعني لا تستعمل اصدار التشكرين الاصدار السابق اللي هو كان 12.1، راح نستخدم اخر اصدار. نفتح ملف او نفتح برنامج الروفاس، نربط طبعا اعتيادي نربط الفلاش ميموري باللابتوب، نختار منه المكان اللي حافظين بيه الملف التشكرين حتى نبدأ نحرقه. هذا هو التشكرين، عفوا هذا هو التشكرين اصدار 0.12.2، اختاره وانطي ستارت. هنا يقول انه انت كل الملفات اللي موجودة على فلاش ميموري حتنحذف، اقول له اوكي ماكو مشكلة، وانتظر الى ان يكمل عملية الحرق. راح تاكل مني وقت عملية الحرق مسألة دقائق معدودة. انتظر الى ان يكمل. تقريبا اكتملت عندي عملية الحرق، اكتملت عندي عملية الحرق. سأسد هذا البرنامج وأسوي ريستارت للويندوز. طبعا أكرر مرة ثانية أنه هذا الفيديو موجه لكل الأشخاص اللي يريدون يتجاوزون حساب الاي كلاود وما عندهم دنجل الاي اف تي. التجاوز راح يكون عن طريق أداة مجانية راح اترك لكم اياها بصندوق الوصف. اكو اكثر من أداة تجاوز الاي كلاود، بس هاي الأداة فعلا اثبتت جدارتها. هاي هي واجهة التشكرين. هسه يبوت عندي، انتظر الى ان يكمل يسوي لي تشيكينج. هذه هي الواجهه اللي عن طريقها راح نقدر نسوي جيلي بريك للايفون. هسه اربط الايفون باللابتوب باستعمال الكيبل.
وهاي مثل ما تشوفون امامكم تعرفت واجهة التشكرين على الجهاز انه ايفون 6 اس بلس اصدار اي او اس 14.3. هسا قبل كل شيء نروح الى الاوبشن ونسوي صح على الخيار الاول والخيار ما قبل الاخير حتى اتجنب اي مشاكل اثناء عملية الجيبريك. نطي باك. طبعا هو هاي الخيارات يفعلوها لاجهزة الايفون 8 بلس وصعودا، بس نحن نفعلها حتى ما يصير عندي مشاكل اثناء عملية الجيبريك. اروح الى الستارت وعن طريق الكيبورد اضغط على انتر حتى يدخل الجهاز عندي بوضع الريكوفري مود. انطي نيكست. هسه راح يدخل الجهاز عندي بوضع الريكوفري مود. هذا هو وضع الريكوفري مود. هسه هنا منطيك هاي الواجهة التعليمية اللي عن طريقها راح ندخل الجهاز الى وضع الدي اف يو حتى بعدها تبدي عملية الجيلي بريك للجهاز. هنا دا يقول لي اضغط على زر الباور زائد زر الهوم. انطي ستارت عن طريق الكيبورد واضغط على الباور زائد الهوم. هسه اشيل ايدي من الباور وابقى ضاغط على زر الهوم الى ان يدخل الجهاز الى وضع الدي اف يو مود. هسه راح يبوت عندي الجهاز ويبدي ياخذ جيلبريك تشيكرين. وهاي مثل ما تشوفون شعار التشيكرين ظهر عندي على واجهة الجهاز. اذا ما طلعت عندكم هاي كتابات وما طلعت عندكم شعار التشيكرين على شاشة الجهاز فاعرف انه الجهاز ما اخذ الجيلبريك، يعني انت عندك هاي الخطوة ميسنج مفقودة، فكأنه ما سوي شيء. ولذلك اكو هواية يقولون احنا بدنا نسوي جيلي بريك بس من اجي اربط الجهاز سواء بدنجل اي اف تي، اريد افتح عن دنجل عن طريق دنجل اي اف تي او عن طريق اي ادوات، يقول الجهاز ما عليه جيلي بريك وهو هذا السبب. هسه حاليا اكتملت عندي عملية الجيلي بريك عن طريق الكيبورد. اضغط على انتر وهسه نروح الى كويت. هسه نسوي ريستارت للنظام. حتى نبدي نتخطى الايكلاود. تخطي الاي كلود راح يكون عن طريق هاي الاداة المجانية اللي راح اترك لكم اياها بصندوق الوظف اكس جي راندا اصدار 5.8. نستخرج الاداة
نشغل الأداة كمسؤول، run as administrator، yes. مثل ما تشوفون هنا ده يقول لك الجايد تو يوز، يقول لك تدعم النقطة الأولى إنه تدعم الميد بصورة كاملة. هذا يقول لك without seam click or logo and bypass finish، يعني ما يحتاج تخلي سيم مقفل ب بين كود. وده يقول لك جي اس ام من إصدار 7 وصعودا فول باي باس، والسيم يعني يشتغل السيم يشتغل بصورة طبيعية 100%. وهنا يقول لك الكالر انلوك يعني يفتح السيم المقفول اونلي جي اس ام، فقط لأجهزة الجي اس ام، ويعالج لك البروكن بي بي اللي هي البروكن بيس باند، اللي الجهاز اللي ما بيعامي يعالجه عن طريق هاي الأداة. انطي اوكي. احنا هسه اربط الجهاز، هاي امامكم هذا الجهاز وهذه الأداة. ده يقول لي الجهاز على الاصدار 14.3، هذا الاي مالته واليو دي اي دي. الخطوه الاولى اللي اسويها قبلها مثل ما تشوفون هنا ده يقول لك جيلبريك ستيتس، حاله الجيلبريك جيلبروكن يعني عليه جيلبريك، هاي باللون الاخضر. اذا كانت باللون الاحمر معناها الجهاز ما بيه جيلبريك. وهنا يقول لك الاكتيفيشن ستيتس، حاله الاكتيف الجهاز الاكتيفيتد مم اكتف. فنجي الى الخيار الاول نقول ليميد ايفون ايباد، نضغط عليها يقول لك تأكد ان جهازك مربوط على شبكة الواي فاي، وانا رابط على شبكة الواي فاي مسبقا. انتظر يكمل عملية الاكتيفيشن، الجهاز حيطفي ويشتغل اكثر من مرة. قاعد اشوفون الجهاز طفى واشتغل، راح يبقى يطفي ويشتغل الى ان يكمل عملية الباي باس. طبعا الخيار الثاني بالنسبة لاجهزة الجي اس ام يعني اللي ما بيها ميد، والخيار الثالث الخيار الثالث اللي هو الكارير اللوك، اللي عن طريقه نقدر نفتح شبكة الاتصال او نفتح الايفون اللي مقفل على شريحة معينة. كمل ده يقول هنا كمل، هنا ده يقول لك select language region and connect على الواي فاي، على شبكة الواي فاي. لا تخلي هنا ده يقول لك لا تخلي باسورد للجهاز. انطي اوكي. هسه اجي اسوي اكتب للجهاز وتأكد انه تجاوز حساب الاي كلاود. اختار اللغة الانجليزية، اختار المنطقة ولتكن المملكة المتحدة، انطي سيت اب ماني واضي كونتينيو. هنا اقول له ليتر، هنا ايضا اقول له نونت يوز، هنا لا يطلب منك يقول لك تدخل ابل اي دي، اقول له لا، اقول له ليتر. بعدين انا ادخل الاعدادات،
agree, continue. هنا اقول later, later, continue. الجهاز فتح عندك، هذا الجهاز فتح امامكم. خلينا نطب الى الاعدادات ونشوف حالة الجهاز. about ان هذا الجهاز ايفون 6 اس بلس اصدار 14/3. هسه اسوي له fix notification and bank apps، الخيار الاخير. ايضا الجهاز حيث فيه يشتغل، ننتظر الى ان يكمل. هذا الخيار حتى نحرج هسه مثل ما شفتوا قبل شويه، انه انا من طبيت للضبط طلع من الضبط من حاله. فحتى نعالج هاي المشاكل، نعالج ايضا مساله الاشعارات، لانه انت بتنزل برنامج للجهاز ما راح تجيك عليه اشعارات. كمل، يعني مثلا نزلت برنامج الفيسبوك، ما راح تقدر انه تعرف جاك اشعار على الفيسبوك ولا الا ان تدخل البرنامج. هنا كمل. هسه حتى اتخلص من مشكلة الجهاز، اتخلص من مشكلة الجهاز انه يطلب ريبوت، او العفو الجهاز يطلب الاكتيفيشن بعد عملية الريبوت، اضغط على شعار الاكس جي ريندا حتى اتخلص من هذه المسألة. سأرجع مرة ثانية للخيار الأول، حتى اكتف الجهاز من جديد. هذا يقول لي كانت عندي عملية الباي باس. انطي مرة ثانية start process full هسه اجي مرة ثانية اضبط الجهاز. هذا الجهاز اشتغل عندي. هسه اروح اسوي تسجيل دخول الى حسابي بالاي كلاود. الجهاز نجي نسوي تسجيل الدخول بحسابنا بالاي كلاود. طيب التالي ازيد اسوي عندي تسجيل دخول للاي كلاود، وهذه احد المشاكل اللي انحلت، لانه سابقا من كنا نتخطى حساب الاي كلاود، من نجي نريد نسجل دخول اي كلاود جديد ما يقبل يدخل عندي بحساب الاي كلاود الجديد. سجل بالاب ستور ايضا. استحنا حساب الاي كلاود والابل اي دي.
هسه لو نجي نربط الجهاز مرة ثانية، هنا يقول لك الجهاز جيل بروكن يعني عليه جيل بريك واكتيفيتد مأكتف. هسه مثل ما قلنا اخر عملية نسويها انه ندوس على اللوجو حتى نصلح مشكلة الاكتيفيشن بعد عملية الريبوت. هسه احنا دسنا على اللوجو مثل ما شفتوا قبل شوية، هسه نطفي الجهاز ونرجع نشغله. افصل من كيبل USB، طفي الجهاز وارجع اشغله حتى اتأكد انه الجهاز ما راح يطلب عندي اكتيفيشن بعد عملية اعادة التشغيل، سواء الجهاز خلاص شحنة. مثل ما تعرفون الجهاز من يخلص شحن حيطفى، راح يعتبر هذا الموضوع راح يعتبر عملية ريبوت، لأنه أنا راح أشحنه وأرجع أشغله مرة الأخرى، فكأنما أنا مطفيه ومشغله. هسه شغل الجهاز، أو مثلا أنت طفيت الجهاز وتريد ترجع الشغله مرة ثانية، فحتى لا تبقى هاي المشكلة تتكرر عندك دائما. كان سابقا من نطفي الجهاز ونشغله يرجع لواجهة الاكتيفيشن. هسه طفينا الجهاز وشغلناه امامكم، الجهاز رجع اشتغل بدون ما يطلب مني واجهة الاكتيفيشن. اربط على شبكة الواي فاي. هسه نحل مشكلة او نتأكد انه مشكلة تطبيقات تشتغل او لا.